Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. مكاتب المحامية جومانا كيروز تستقبل قضاياكم المتعلقة بالبرسونال انجريز ومن ضمنها قضايا حوادث السيارات، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا كريمنال لو، فاميلي لو وسوشيال سيكيورتي وإصابة العمل. 248-557-3645 للاستشارات المجانية. حلقات برنامج يور رايتس يعاد بثها مرة أخرى على الموقع الإلكتروني yourrights.com/video أو على اليوتيوب. كل ما عليكم والبحث عن قناة جومانا كيروز. تحية طيبة لكم وأهلا بكم جومانا، رحب بك في راديو سيناء. صباح الخير. صباح نور. لكل المستمعين صباح الخير رامي، صباح الخير لضيفنا اليوم. أهلا وسهلا بك جومانا. شكرا رامي، إذا بتسمح بعرف عم نكرر بس لأن في بعض أشخاص يمكن ما بيعرفوا أنه الجدول من أسبوعين صار يومي، كل يوم بحلقة مختلفة بموضوع مختلف. منحاول أقصى المستحيل أنه نلتزم بذات السبيشالتي كل نهار. حددنا أنه التنين إيميجريشن، فهذه هي المحاولة. حددنا أنه الثلاثة بتكون الإفلاس، الأربعة بتكون الإصابات الشخصية، الخميس هي SSI SSD و Workman's Compensation، والجمعة Criminal Law و Family Law. في بعض الأوقات لسبب أو لآخر ما بنقدر نلتزم، أغلبية الأوقات لأنه بيكون المحامي اللي هو مفروض يكون الضيف غير موجود نهارها. نهار الأسبوع الماضي نهار الثلاثاء كان معنا المحامي مايكل بينغستين، نهار الخميس كان لازم يكون معنا المحامي مايكل روث بس ما قدر يكون موجود لأن كان عنده التزام بالمحكمة، فجبنا المحامي مايكل بينغستين. يعني الجمعة الماضية الأسبوع الماضي عملنا بانكربسي نهارين، عادة مش هيك بنعمل لحتى نعود ونصير في معادلة أكتر. هالأسبوع رح نعمل social security and workman's compensation يومين، اليوم الثلاثة لكن اليوم مش رح يكون عن الإفلاس، ونهار الخميس اللي هو 4th of July هو كمان خميس رح نحكي عن ليلي بهمه يتسمع SSI SSD إلى آخره. سويدي أول نقطة. تاني نقطة بحب أقول إنه بكرة رامين الله راد لح نحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو عن الإصابات الشخصية، وبالتحديد رامي عن قانون حوادث السيارات اللي حديثا جدا تغير من قبل حكمة الولاية. كتير من الأشخاص وبالميديا بالعام فكروا أنه القانون تغير، بس القانون ما بيبلش مفعوله لحد سنة من مبارح. سنة من مبارح July 1, 2019 July 1, 2020. هيدا مش مصبوط. أغلبية التغيرات اللي صارت بقانون حوادث السيارات اللي تغير من تقريبا شهر شهر ونص مفعوله بيبلش مصبوط بعد سنة، بس في بعض الأمور الصغيرة وفي واحدة منهم مهمة جدا بلش مفعولهم ب 11 جون 2019، يعني ابتدأوا من تقريبا 3 أسابيع. سو بكرة أنا وياك ما رح ناخد اتصالات، رح نتكلم عن شيء كتير مهم بدأ تغييره ب 11 حزيران، وهو تنبيه لكل المستمعين وتوعية لكل المستمعين اللي يمكن بين اليوم
وبين جولاي سنة الجاي جولاي 1 سنة الجاي لح يتم تغيير الانشورنس بوليسي تبعهم يعني صار وقت يجددوا الانشورنس تبعهم إن كان راحوا عند انشورنس تاني أو إن كان عم يتصلوا بالانشورنس لأنه بتعرف أنت أنه بوليسة التأمين مع الانشورنس كمباني هي فقط لسنة يعني من هلأ لسنة في كتير من الأشخاص لح يواجهوا ظروف انه يجددوا الانشورنس وفي اشخاص يمكن يغيروا فلح ينعرض عليهم عرض معين لحتى يشتروا انشورنس رخيصة نحن مننصحهم ضده 100% لانه هي مش لصالحهم بس لازم نوعيهم ليعرفوا ليش هي مش لصالحهم هيدا موضوعنا مهم جدا بيكون بكرة إن شاء الله بالفعل موضوع في غاية الأهمية يعني كثير ناس يمكن راح يعرفون تفاصيل لأول مرة يعرفوها ويسمعوها على راديو سينا الله رد إن شاء الله اليوم مع المحامي مايكل روث اللي هو اختصاصي من مكتبنا بالSSI وبالSSD وبالWorkman's Compensation الإصابات ضمن العمل رامي بعرف أنه عم نعطي كتير معلومات وعم نعطي معلومات أوقات بطريقة سريعة هي النية أنه نشارك الوقت ثمين جدا هي ساعة فقط نشارك قد ما فينا وإنما في يقين أنه المعلومات يمكن عم نسرع فيها يمكن ما عم نترجمها على العربي أو يمكن مش عم نترجمها ونعطيها حقها بالترجمة على العربي هذا بيطبق كتير بما بهم موضوع SSI والSSD ليه؟ بياخد على حالي رامي إذا أنا محامية وبعرف عن قانون SSI والSSD وما بعرف كتير عن هذا القانون وأنا محامية كيف بالحرى الجالية؟ كيف بالحرى المستمعين؟ يعني المعرفة أو التوعية عن قانون SSI والSSD منه موجود أو هو ضعيف هيدا بيعني أنه إدراكنا عن هذا الموضوع ثقافتنا بهذا الموضوع ضعيفة أكتر من غيره يمكن ضعيفة أكتر من قانون الهجرة يمكن ضعيفة أكتر من قانون حوادث السيارات So knowing that we're going to slow down لح ناخد وقتنا لح نحكي بالإنجليزي لح أخد وقتي وأتكلم معك وترجم بالعربي لأنه عن جد موضوع الأساسي ومين مأهل وشو لازم يعمل وموضوع الأساسي غامض ما في كتير resources ما في كتير معلومات برا ما في كتير معلومات ومنه من هذا الموضوع اللي يمكن كتير من الأشخاص بهمني يقدموا عليه رامي بس كتير من الأشخاص ما عندهم معلومات عن هذا الموضوع قارن الإدراك والمعرفة والمعلومات بهذا الموضوع قارنهم ب المعرفة والإدراك والمعلومات العامة اللي أغلبية الأشخاص عندهم بقوانين حوادث السيارات يعني تقريبا كل شخص تتكلم معه تقريبا نص خبير بقانون حوادث السيارات You cannot say the same بما بخص قانون SSI والSSD So ما رح ناخد اتصالات هلأ بركي آخر نص ساعة إذا بيسمحوا المستمعين لحتى نرجع نبلش نحكي So نرجع نحكي نرجع منحكي عن الأساسي نرجع منحكي أكيد أنت بتشاركني الرأي أنه في كتير أشخاص من الجالية بيقدموا على الأساسي والعالم بيخبروا بعضهم روح أقدم على الأساسي روح أقدم على الأساسي حكينا بموضوع الهجرة أنه الإنسان اللي عنده الجرين كارد صار مؤهل يقدم على الأساسي إذا وافقت إذا عنده إصابة طبعا ومدخوله متواضع بدنا نرجع نذكر أنه الأساسي هي مساعدة قانونية مساعدة فيدرالية هذه المساعدة عم نحكي عن الأساسي هاي المساعدة ما بتنعطى لكل الأشخاص على الأقل بده يكون الإنسان جرين كارد هولدر أو مواطن أمريكاني وبده يكون في شرطين آخرين أول شرط عنده إصابة معينة بتفرض عليه أو إصابة لنوع أنه متوقع أنه من هلأ لسنة ما يقدر يشتغل أو أكثر وإنما هذا غير كافي الشرط الثاني لازم يكون مدخوله متواضع ومتواضع جدا للشخص اللي هو سينجل لازم يكون مدخوله أقل من $2,000 مدخوله والريسورسز تبعه والكابل لازم يكون مدخولهم أو الريسورسز تبعهم أقل من $3,000 يعني المستمع اللي عنده إصابة بتمنعه عن العمل وإنما مدخوله بيتخطى الـ2000 أو $3,000 ما لازم يقدم على SSI لازم يقدم
على الاس اس دي، لانه بالاس اس دي مساعده كمان قانونيه، كمان بدها اصابه، كمان بدها ديسابيليتي، وانما ما بهم قديش كان مدخولك. اذا مدخولك اعلى منك مؤهل للاس اس اي، بس بتكون مؤهل للاس اس دي. اذا بتسال الاشخاص شو بيفضلوا يقدموا وينقبلوا، اس اس اي ولا اس اس دي، للشخص اللي عنده نوع من المعلومات العامه بيقول لك بفضل الاس اس اي. السبب الاس اس دي، السبب بسيط، الحكومه بتدفع اكثر بالشهر للاس اس دي للاس اس اي من الاس اس اي. يعني if I have the choice، وطبعا it's not a choice، يا انا عندي اصابه ومدخولي دون ال 2000 او 3000 اذا متزوجه، يا انا عندي اصابه ومدخولي اكثر، يا انا مؤهله للاس اس اي يا انا مؤهله للاس اس دي. مش انا اللي بقرر، الظروف والمبالغ اللي انا بطلعها هي اللي بتحدد. اذا بتخيرني بتفضلي يدفعوا لك اس اس اي ولا بتفضلي يدفعوا لك اس اس دي، اذا عندي اي معلومات عن هذا الموضوع بقول بفضل الاس اس دي، لانه المبلغ الشهري للاس اس دي اكثر من المبلغ الشهري للاس اس اي. مع الاس اس اي بيجي ميديكيد، لانه الميديكيد هي تامين صحي للاشخاص اللي اللي هن وضعهم المادي بسيط جدا. مع الاس اس دي بيجي ميديكير، مختلفين عن بعضهم. سو على فكره المعدل مثل ما قلنا بالماضي، الاس اس اي بيمنتس هن بيجوا من القانون الفيدرالي، وانما الولايات بتختلف. في بعض الولايات فوق هذا المبلغ بيزيدوا مبلغ، فللاشخاص اللي بينتقلوا من ولايه ميشيغان لمكان اخر او بيجوا من مكان اخر على ولايه ميشيغان وهن عندهم اس اس اي، بيقدروا يعرفوا اذا الولايه اللي منتقلين عليها رح تعطيهم شهريا اقل او يمكن تعطيهم شهريا اكثر. بس المعدل للاس اس اي بيمنت لل 2019، المعدل يعني اذا بتطلع كل اللي عم ياخذوا اس اس اي بال 50 ولايه، المعدل بالشهر للشخص هو 771 دولار، والمعدل للكابل هو 1157 دولار. هيدا الاس اس اي. بلشنا وقلنا رامي انه when given the choice people prefer SSD over SSI because the payment is more. Correct. خلينا نحكي عن الاس اس دي. الاس اس دي تطلب فقط إصابة، مش مهم شو مدخولك. الفكرة هون ما في، إذا بتسمع العالم بيقولوا أو أنا قدمت على الاس اس دي لأنه بدي أخذ، لأنه حابة أخذ مبلغ شهري أكبر، بس ما قبلوني لأنه ما عندي كريدتس. سمعت هيدي الجملة؟ سمعها هاي الجملة الكريدتس؟ أوكي. أنا ما كنت أعرف كتير عن هذا الموضوع، أعرف just enough بس ما أعرف كتير، وهلأ صرت عم بتعرف على هذا الموضوع، وهون رح فوت بالمداخلة مع المحامي مايكل روت. The first point we were making is that when given the choice in applying for SSI or applying for SSD, most logical people, if they know enough about the financial benefits, prefer to apply and get SSD. Yes. Is that correct? That's correct. And the reason for that is that the payment for SSD is higher than the payment for SSI. Yes, it is. Okay. However, it's not up to the person who's applying whether to apply. People don't have the option to apply for SSI or SSD. It's whatever they want. Correct? They will, the administration will interpret both. If they don't qualify for the SSD, they will run the SSI to make sure that they may qualify under that program. Okay, but it's not up to the person to say, oh, I want SSD, because the SSD monthly payment from the government is higher than the SSI monthly payment. That's correct. Everybody wishes they can get SSD because it's a higher monthly payment, but not everybody will qualify for SSD. No, they won't. The average, by the way, speaking of SSI payments, we've already said before that people's SSI payments change from one state to the other, because some states add, give a little bit extra
to what the federal government gives every month, correct? That is correct. Okay. However, I want to say that the average monthly SSI payment nationwide, so that's not just in Michigan, that's in all 50 states, for one person, it's SSI payment is $771, and for a couple, it is $1,157. Today, we want to talk a little bit about SSD. We hear people in the community say, I applied for SSD because, again, I want the higher payment, and they wouldn't accept me because I don't have enough credits. With the remaining time we have, I want to slow down, and I want us to explain to the listeners, what do they mean when they talk about, I don't have enough credits? What are credits? How many credits do you need? Does it matter how old or how young you are? Does it matter how much money you make? I mean, it's very confusing to say, I don't have enough credits. What does that even mean? So Rami, اليوم رح نحكي شوي أكتر عن الماضي عن موضوع الـ SSD. مثل ما قلنا, الشخص لو عنده الخيار, الشخص ما عنده الخيار, بس الشخص بيتمنى أمنيته يحصل على SSD payment بالشهر مش SSI, لأنه الـ SSD بتدفع أكتر. بس نسمع إنه العالم بيقولوا قدمت على SSD رفضوني لأنه ما عندي credits كفاية. السؤال اليوم فيما تبقى من الحلقة, شو يعني credits؟ شو بيعني هاي الكلمة credits؟ شو بتعني؟ كم credit لازم الإنسان يكون عنده لحتى إذا عنده إصابة بيحصل على SSD؟ هل بتفرق إذا عمره صغير؟ هل بتفرق إذا عمره كبير؟ هل إذا عمره كبير بده أقل credits؟ هل إذا عمره صغير بده أقل credits؟ أو العكس؟ هل لازم يكون مطلع مبالغ معينة؟ شو قيمة الكريدت؟ شغلة كتير confusing, كتير 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 غامضة. اليوم رح نحكي عنها, شو يعني credit. Okay, so attorney Michael Roth, yes, I am not, these are not things I know, these are things I am looking at a grid, it's just that difficult. Rami, I want to tell you, أنا عمري 55 سنة. إذا أنا بدي أقدم على SST بيعني أنه عندي disability, هي أول وحدة. وعلى فكرة وقت منحكي disability, اليوم الموضوع مش التركيز على الجزء disability, اليوم التركيز على الشرط الآخر اللي هو الكريدتس. مش كل disability بتأهلك تحصل على SSI أو SSD. منقدر نحكي ساعات على شو الإصابات, شو الإعاقات اللي بتأهل الإنسان. مش كل إعاقة بتأهل, بس لنقول اليوم سلم جدلا الإصابة الموجودة, الإعاقة الموجودة qualifies you. في شرط تاني هو الكريدت. إذا بتسألني أنا عمري 55 سنة كم كريدت, بعد ما قلنا شو يعني كريدت, كم كريدت لازم يكون عندي لحتى إذا عندي إصابة وقدمت على SST they will approve me, بده يكون عندي بين 32 و34 كريدت. يعني بفتكر 33 كريدت, 33 كريدت. إذا كان شخص عمره 60 سنة لازم يكون عنده 38 كريدت. إذا شخص صغير عمره بين 31 و42 لازم يكون عنده 20 كريدت. يعني كل ما الإنسان كبل بالعمر أكتر, كل ما يزيد الكريدت, كل ما مطلوب كريدت أكتر. كل ما الشخص أصغر بالعمر كل ما مطلوب منه أقل. المنطق دايما وقت منحاول نشرح, إذا ما منعرف منتجه للمنطق, لأنه أغلبية الأمور هي منطقية. فكر فيها, إذا شخص عمره 30 ما إله زمان عم يشتغل, هل منصف أنه تطلب منه كريدت كتار؟ طبعاً لأنه ما إله زمان عم يشتغل. بس الشخص اللي عمره 60 سنة صار إله زمان عم يشتغل, it's okay إنه تتطلب منه كريدت. So أنا بحاجة ل 33 كريدت. الشخص اللي عمره 62 سنة or older بحاجة ل 40 كريدت. شو يعني كريدت؟ كريدت رح أشرحها بهالطريقة. نحكي كريدت للأشخاص اللي بيشتغلوا, مش كاش, مش under the table,
الأشخاص اللي مثلي ومثلك ومثل المحامي مايكل روث اللي بيشتغلوا واللي رب العمل تبعون بيدفع كونتريبيوت وهني كونتريبيوت هني على W2 يعني أنت جزء رب العمل تبعك جزء أنا جزء رب العمل تبعي جزء بيدفع عن employment Medicaid Medicare Social Security يعني هيدول الأشخاص عم يشتغلوا قانونيا بطريقة معروفة معترف فيها عم يدفعوا ضريبتهم عم يدفعوا ضريبتهم وكل شهر لأنهم عم يشتغلوا أنت رامي ما بتاخد 100% من اللي بتعمله لأنه في جزء من اللي بتعمله أنت عم بتقدمه إلى الآخرين في ولاية ميشيغان اللي ما عندهم social security ليندفع لهم social security SSI اللي ما عندهم اللي ما عندهم Medicaid ما الميديكيد بتكلف مصاري ما الدكتور اللي بيشرج الميديكيد الميديكيد بدها تدفع له الميديكيد من وين بدها تجيب المصاري الميديكير من وين بدها تجيب المصاري في الحكومة الفيدرالية بتدفع جزء والجزء الثاني هو مني ومنك ومن كل شخص بيشتغل and contributes to the system كمان مرة ما عم نحكي الكاش وما عم نحكي under the table عم نحكي الأشخاص اللي مثلي ومثلك اللي عم نشتغل سنة ورا سنة كل سنة عم نشتغل عم يتراكموا الكريدتس تبعنا رح اشرح بعد دقيقة كم كريدت انت عندك كم كريدت انا عندي كم كريدت فيني جيب بالسنة وإلى آخره بس الفكرة هي مين اللي عنده كريدت اللي بيشتغل واللي عم بيساهم للسيستم عم يعمل قدرته ليساعد الآخرين اللي هن بحاجة يستعملوا الميديكيد اللي هن بحاجة يستعملوا الميديكير اللي هن بحاجة اللي حاجة بعدين يروحوا على الريتايرمنت سوشيال سيكوريتي ريتايرمنت اللي بحاجة على الاس اس اي وقت اللي بيصير عنده هذا الشخص إصابة الحكومة بتشكره فور ذير سيرفيس بتشكره لمساعدته بتشكره انه هو اعطى انتو ذا سيستم لانه اشتغل سنة وسنتين وخمس سنين وعشر سنين ساهم سو اذا صار هذا الشخص بوضع ما عاد فيه يشتغل وصار عنده disability وعنده الكريدتس بيقدر يقدم على SSD ومثل ما هو was there to help others هلأ الحكومة will be there to help him بتعطيه SSD payment كل شهر وبتعطيه Medicaid الكريدت هو 1300 رح أعطيك الإكزاكت نمبر ل 2019 كل سنة بيتغير لأنت تكون حصلت على كريدت هالسنة رامي بدك تكون طلعت على الأقل 1360 دولار نحن هلأ صرنا جولاي 2019 بدون شك حضرتك طلعت أكتر بكتير من 1360 دولار كل 1360 دولار earnings هن كريدت وفي كل سنة تجمع ماكسيموم 4 كريدت يعني إذا أنت دان جيلبرت وبتعمل 100 مليون بالسنة مثلك مثله مثلي الماكسيموم اللي بنقدر نحصله هو 4 كريدت بالسنة كل كريدت قيمته 1360 يعني أي شخص عم يتسمع شاغل 1360 ضرب 4 يعني 1005 ضرب 4 يعني تقريبا شي 5500 حصل على الأربعة كريدت تبعه هالسنة إذا الإنسان بده يقدم على SSD أول شي القانون بيقول على الأقل بده يكون عمره 31 سنة يعني الشخص اللي عمره تحت ال 31 منه مؤهل لل SSD بيكون مؤهل لل SSI إذا الإصابة تبعه وإذا المدخول تبعه من, من, من مبلغ معين بس تتقدر تبلش تاخد SSD بده يكون عمرك على القليلة 31 سنة والمينيموم كريدتس منبلش فيهم هن 20 كريدت الماكسيموم كريدتس المحتاجين هن للي عمرهم 62 وبالرايح 40 كريدت يعني نحاطيك مثل إذا 20 كريدت وإذا ماكسيموم 4 بالسنة يعني قدي هذا الإنسان كان مفروض يكون عم يشتغل 20 divided by 4 5 سنين. 5 سنين يعني كمان في مينيموم سنوات يعني هون النقطة اللي بدنا نوصلها ليلي عم بيفكروا أو ليلي بيفتكروا أنه مؤهلين أو ليلي بيحبوا يعرفوا معلومات أكتر عن الـ SSD والكريدت
اعرفوا نمبر 1 انه اقل من 5 سنين شغل ما في حدا مؤهل للاس اس دي. اصغر من 31 منه مؤهل للاس اس دي. الماكسيموم اي انسان بيقدر يشارك هو 4 كريدتس بالسنه. قيمه الكريدت حاليا 1360، وهون الجريد بتقلك حسب شو عمرك، وكل ما بيعلى عمرك كل ما الحكومه بتتوقع منك انه يكون عندك كريدت اكثر لتكون مؤهل للاس اس دي. سو اذا ذا مينيمم اماونت اوف كريدتس ار 20 and if the maximum credits you get a year is 4 that means you have to have contributed into the system a minimum of 5 years before you start being eligible for SSD. Anything you want to add to that, Attorney Michael Roth? Only that if there are people who are coming in and out of disease or bad health and they're young enough, the system has been set up to accommodate them to continue disability as well as contribute less credits. Yes. Okay. So the SSD, nobody qualifies for SSD who is younger than 31 years of age. But what you are saying, any minimum of 20 credits, not just the age. So you have to be at least 31 years old. You have to at least have 4 credits. That's right. And you have to have a disability that qualifies. Today, we're not talking so much about the disability part. No. We talked about it yesterday, but I want to remind people that just because you have a disability does not mean it's the kind of disability that the Social Security government will recognize as a disability that would disable you under SSI or under SSD. Today, just like in the past, we talked about SSI and how we said it's not enough for you to have a disability. You have to have an income less than, you know, $2,000 a person, income and resources less than $2,000 a person, less than $3,000 as a couple. Mm-hmm. Today, we're talking about those who apply for SSD. They have to have, it's not the income and the resources of $2,000, $3,000, it's the credits. It's a different thing. Mm-hmm. Because people who apply for SSD are people who have worked. أي إنسان مش مشتغل بالسيستام القانوني الاقتصادي الأمريكاني اللي بيدفع unemployment, Medicaid, Medicare, هذا شخص بحياته ما راح يكون مؤهل للأساس دي. يعني الأساس دي هي فقط للأشخاص اللي اشتغلوا in the workforce. ما بيعني إنه هدول الأشخاص مش مؤهلين لغير حقوق، بس هدول حقوق منهم أساس دي. يعني أول نقطة هون بدنا نوصلها إنه الشخص اللي مش شاغل into the system ما رح يحصل على SSD. وفي عمر أقل شيء 31، وفي كريدتس أقل شيء 20، والماكسيموم كريدتس بالسنة 4، يعني هذا الإنسان بده يكون مشتغل على القليلة 5 سنين وبطالع. بس قيمة الكريدت يعني كيف تتغير من سنة لسنة؟ تتغير على أفق شنو يعني؟ اللي بتتغير من سنة لسنة to adjust for the cost of living. يعني ما بتتغير كتير. يعني إذا السنة هي I will have him comment on that too. إذا السنة هي 1360 adjusted for the cost of living، the cost of living شوي بيزيد سنة جاي يمكن تصير 1420 لنقول. يعني مبلغ ضئيل. It takes into consideration the inflation and the cost of living. His question is, what do you mean in 2019 the value of one credit is $1,360 of earning? So it must have been less than 18. Oh, yes. It would be a little bit more than 20. Tell him why and tell the listeners why. Sure. Well, as more and more people get on Social Security disability or, in fact, retirement, they're going to be increasing the contributions that other people make to make up for that. And that's why your earnings are going to have to go up a little bit, or I should say your credit, your earned credits are going to go up. So maybe when I said this wrong, I said that it is adjusted for the cost of living and inflation. Right. You're saying it's adjusted depending on how many people have taken advantage of the system. Well, when we're talking about the earned credits, Yeah. Sure, we're talking about why it's going to go up, and that's going to be based on how many people are receiving benefits versus how many are left out there contributing to those people who are receiving. When we talk about COLA or cost of living adjustment, uh-huh. we're talking about increasing the benefits
for the recipient already. So if I've been on Social Security disability even Social Security maybe my payment will go up. So your payment will go up. That's right. So you're saying that the cost of living will affect the $771 that SSI people get in 19. It may become $810 year. To take into consideration the increased cost of living. That's correct. But as far as the credit, it's a different analysis. It's more a function of, and we don't need to complicate it for the listeners, it's more a function of how many people applied and how many people are using the credit. That's correct. So, توضيح بالعربي, قلنا نحن المعدل للأشخاص اللي بيحصلوا على SSI بال 2019 بالولايات المتحدة هي 771. هيدي بتزيد سنة الجاي شوي مش كتير يمكن 10 دولارات 20 دولار 25 دولار يعني مبلغ متواضع to take into consideration the increased cost of living لأنه الحياة بتصير أغلى دايما الحياة هي أغلى حتى لو كان نتفة الانفليشن دايما بتعلى والcost of living دايما بيعلى so المبلغ هون بيعلى شوي لتاخد بعين الاعتبار انه الحياة صارت اغلى بالنسبة للكريدت السنة هي 1360 يمكن سنة جاي تصير 1400 مش لانه cost of living هون بيقول لانه حسب قديش اشخاص كانوا على SSD وهن على SSD الاسباب يمكن مختلفة بس الفكرة مظبوطة الأرقام بتزيد شوي شوي كل سنة ما بتزيد كتير بس بتزيد شوي شوي كل سنة يعني 771 لح يكون مختلف بال 2020 ال 1360 per credit لح يكون مختلف بال 2020 مش كل شخص بيعرف على فكرة one thing I wanna say إنه كل شخص بيقدر يروح في عالم ما بتعرف قدي عندها credits بس فيها تعرف قدي عندك كريدت هاي المعلومات موجودة على الويب سايت إذا بيروح الإنسان على السوشيال سيكوريتي ويب سايت بيقدر يعرف قديش هو أو هي has contributed into the system Attorney Michael Roth If people want to know how much money they have contributed how much earnings they have in their lifetime they have contributed that is something they can find out by going to the social security website right that's correct can you tell us a little bit more about how do you go there what do you see there and I'm only limiting the question to their lifetime earnings lifelong earnings record for the purposes of counting how many credits they have Sure. The general website is ssa.gov, and there you would find a place called My Social Security, and it's there that you would click. Of course, you would identify yourself by Social Security number, other identifying address, and then you would have, one, not only access to all of the earning histories you've ever had, namely when you've worked for somebody who took out payment for your future Social Security retirement, in addition to that, they would also have a projection as to how much you would get based on how much was taken out of those wages. So it's pretty complicated. The lay person will be able to access her or his earnings from the Social Security, but it's not as straightforward looking at that number and saying, okay, I have 22 credits or I have 15 credits. They will actually give you the history of your past employers, the year that you worked, and how much income you had, and how much taxes were taken out for purposes of your Social Security. So can you look at that number and say, okay, let me add my earnings last year, I earned 4 credits, and the year before I earned 4 credits, the year before that I earned 3 credits. So I'm counting the money, I'm counting the credits, now I look at my age, I'm 55, so... Yes, I have 33 credits. Is it that simple? It's simpler. They'll tell you exactly what your monthly benefit is going to be based on if you retire at 62, 65, or 70. What about if you are looking to see whether you can get SSD today?
You're correct. They would have a prediction of if you became disabled and you needed Social Security disability, they would have a prediction of what your monthly benefits would be being disabled. That's exactly correct. Okay, and that's all found on the My Social Security? Yes. Okay, so everybody's earnings is present there, and you can look at your lifelong earnings. They have that whole record, and a lot of people forget where they started and how much they made, but the Social Security Administration is tracking all of that. Yes. And how is it that they track that? Is it because the employer, in paying Social Security and all that on the person, is making a record of it? That's right. So that does not apply to people who earn cash, unless the employer is doing all that. But most of the time, people earn cash because the employer doesn't want to pay. In violation of the law, the employer doesn't want to pay because the employee has a withholding and the employer is matching. If you are running your own business, you're still obligated to report what your earnings are. And of course, you're still obligated to pay your taxes and make the contribution both for yourself and maybe if it's a family business for them as well. So even if you are a 1099, right, you have to also contribute into the system. That's correct. On April 15th, when you pay your federal taxes, in addition to that, there's a worksheet that you work out. And you find out what your contribution is going to be so you can pay your Social Security obligations. So let's clarify. Sure. Whether you are a W-2 employed by someone where every 2 weeks, or depending on your method of payment, every month or every week, you're contributing, so they're holding some of your wages and the employer is contributing. Another way is if you are a 1099, such as somebody who subcontracts with other people, or somebody who owns her or his business, at the end of the year, which is April 15 of the following year for mm-hmm. the previous year, April 15 of 2019, unless you get an extension, you should have already paid your taxes for 2018. As a 1099, this is when you pay your taxes on your earnings and you pay your contributions for towards SSI, SSD, unemployment, Medicaid, Medicare, and so forth, correct? Correct. Okay. In fact, some people do it quarterly because if they get to April 15th, it's just going to be too much. Too much money to pay. Correct. Yeah. That's the wise thing to do, is to pay things quarterly, and we are not tax advisors by any means. And if you make quarterly estimates to pay your taxes, if you pay 110% an estimate of the quarter of last year, this way you will not have penalty and interest if you end up owing more at the end of the year. That's right. But that's a tax issue. That's not something for us to discuss. خلينا نوضح قبل ما ناخد اتصال. اجينا كتير اتصالات رفضناها, منعتذر, صار فينا ناخد اتصالات. نوضح رامي, ان كان الانسان موظف او ان كان الانسان W9, ان كان W2 ولا W9 او 1099, كان الانسان بيشتغل عند اخر او عند شركة, او ان كان الانسان عنده شركة, او ان كان الانسان independent contractor, مفروض يقدم, مفروض يعمل contribution للسيستم. يعني الطريقتين بي get you to earn credits. يعني إذا أنا كنت independent contractor, بآخر بي April of سنة مفروض أدفع الضريبة تبعي على السنة القبلة, إلا إذا أخذ extension طبعا. So لنقول April 2020 أنا مفروض as an independent contractor أدفع ضريبتي عن 2019. جزء من الضريبة هو ضريبة للإنكم, والتاني هو الكونتريبيوشنز اللي هو ميديكير, ميديكيد, سوشيال سيكوريتي. ووقت اللي بدفع هؤلاء الأشياء هون أنا كمان عم بقبض كريدتس, لربما يجي وقت أنا احتاج أقدم على SSD. ونقطة أخيرة قبل ما ننتقل, the credits, I don't think we made that point, are not only for people who need them because they apply for SSD. They will also be there to help you when you apply for Social Security retirement.
Yes, that's correct. Of course, for retirement and for your, if you have a survivor, if you spent your whole life working and making those contributions, and God forbid you should pass before you ever reach your retirement, if you're married or if you have underage children, they will be beneficiaries of the money that you paid in so that they could receive those benefits. Okay. And we're going to talk at much greater length about that very important point, but I'm just going to translate it quickly and take a call. Rami, في أشخاص عندهم credits ونحن بنتمنى يا رب ما حدا يستعمل الكريدتس للSSD, يعني هيدا بيعني ما عنده إصابة. في عالم بهمهم يعرفوا شو الكريدتس لأنه عندهم إصابة وبدهم يقدموا على الSSD ليعيشوا لأنهم صغير قادرين يشتغلوا. بس اللي بهمنا موضوع الكريدتس لسبب تاني. في كتير أشخاص وإن شاء الله يا رب نحن كلنا منكون منهم بحياتهم ما بيكون عندهم إعاقة أو disability, بس هن بحاجة للكريدتس لأنه بدو يجي نهار بدون they have to retire, بدو يجي نهار بدون يتقاعدوا. كل ما they contributed credits into the system, كل ما عطين credits, كل ما social security retirement تبعهم بيكون أعلى. يعني أنا وياك بهمنا نحصل على credits لا سمح الله إذا عزنا SSD, بس حتى لو ما كان عنا إعاقة وصلنا لوقت 62 أو 65 وتقاعدنا, المبلغ اللي رح نحصل عليه للتقاعد is dictated by, مبني على the number of credits. كمان مرة ما فينا نعطي أكتر من 4 credits بالسنة. So نحن بحاجة للcredits حتى بصحة السلامة, لأنه وقت اللي بنجي لنعمل retirement واللي ما عاد فينا جسديا وعقليا نشتغل ونفوت مصاري, الحكومة بتكافينا لأنه وبتكافينا على قد ما نحن عطينا. كل ما بنعطي أكتر كل ما بتكافينا أكتر, وكل ما المبلغ retirement check بيكون أعلى. ومثل ما قال المحامي مايكل, إذا لا سمح الله صار في وفاة الزوج أو الزوجة والأطفال, كمان بيقدروا هن يستفيدوا من السوشيال سيكوريتي ريتايرمنت, مش مثل الشخص اللي أمه كانت عم تحصل على SSI وتوفت وضل يحصل للتشيكات. هي غير قانونية وشرعية, هيدي احتيال وفراد, هيدي قانونية وشرعية سوشيال سيكوريتي ريتايرمنت. ناخد اتصال. مرحبا حبيبي, السلام عليكم. يا أهلا وسهلا, وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية يا رب. الله يعافيكي. مع مين عم نحكي؟ رباب. يا أهلا وسهلا سيدة رباب, حضرتك اللي اتصلت امبارح؟ سيدة رباب, يا حضرتك اللي اتصلت امبارح؟ اها. زوجك مصري ومتقاعد من ال نو لا 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 نو بروبلم. اوكي اوكي نو بروبلم. تفضلي سيدة رباب, شو سؤالك؟ هلو رباب, تسمعينا؟ انا انا على الاس اس اي وعلى ديسابيليتي من سنه السنه اللي فاتت. صار لي حادث سياره, قدمت اثرت الحادث على العمود الفقري, ما بقدرش اوقف كتير, يعني صعب اني اوقف او امشي او اتحرك يعني. المهم كنت انا قبل اسمحي لي سؤالين بس سريعين. ايمت صرتي على الاس اس اي وايمت تعرضتي للحادث؟ اتعرضت على الحادث 2018 ماي 2018. اوكي, وايمتى حصلتي على الاس اس اي؟ قبل الحادث؟ السنة هاي. لا بعد الحادث. اوكي, يعني حصولك على الاس اس اي هو كانت نتيجة اصاباتك من الحادث؟ من الحادث وعندي حالات نفسية اكتئاب شديد. اوكي, يعني عندك كان ظروف قبل الحادث واصاباتك لظهرك من بعد الحادث, اثنيناتهم مع بعضهم أهلوك تحصلي على الأس اس اي؟ عندي اس اس اي وعندي ديسابيليتي, التنتين عندي اثنين. شو ديسابيليتي يعني؟ المحامي بيقول لي انه هو ان عندي الكريدت شغلي عملت اشتغلت من سنه 2006 لغايه 2018, الكريدت تبعي كتير كويس, اهلني اني اخذ اس اس دي على ما اظن. يعني حضرتك على اس اس اي و اس اس دي؟ يا يو جيت اس اس اي ان اس اس دي؟ هذا هيك حكى لي المحامي.
That's what she's saying? She gets both SSI and SSD? That does not make sense. It doesn't unless, I mean, do you have children in the home? Are you receiving checks for somebody else in addition to yourself? هل عندك أطفال بالبيت عم يحصلوا على SSI؟ لا أنا عندي ابني بس أنا مطلقة ابني تحت 18 عايش معك؟ إيه بيحصل على SSI؟ لا لسه لأن ما صارش 18 ما اشتغلش أصلاً أوكي شو سؤالك إذا بتسمحي؟ أوكي المحامي بيقول لي إن أنا عندي SSI وعندي disability disability عبارة عن عندي الكريدت هاي عندي اشتغلت كتير قديش عمرك؟ أنا هلأ 51 سنة أوكي yeah. بدأت أشتغل بسنة 2006 لأن أنا جيت سنة 2000 من جوازة أبو طليقي أبو ابني وطلقت سنة 2007 المهم 2006 أنا بدأت أشتغل كنت أشتغل شغلتين بنهار أوكي 13 سنة هني أكثر من 5 سنين so وعمرك 51 يعني مفروض يكون عندك لتكوني مؤهلة للأساس دي 29 كريدت طيب هلأ عندي مشكلة بالأساس آي بدوا يطعولي الدفع تبعت الدفع البيمنت 514 دولار بالشهر ماشي؟ إيجار البيت الشهر لحظة كانوا عم يدفعولك ولا بدهم يدفعولك 500؟ بدوا يدفعولي بشهر 4 الأساس آي اوكي 514 ايجار الشقه ب 400 وطبعا الكهرباء والهيت والمي بابا بابا والدفعات كثير فانا في ورقه كانوا باعتين لي اياها انه هم عندهم مصاري بدهم يدفعوا لي اياها سنه 2018 بس قالوا لي انه بدنا نشوف انك انت علي مصاري للحكومه ولا لا اوكي سيده رباب قصتك معقده كثير 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 وعنا خمس دقائق انا أوكي. انا بطرح عليك اذا بتحبي تتصلي بالمكتب تعملي كونسلتيشن مع المحامي مايكل روث وتجيبي كل المستندات معك لانه القصه مشعبه في عندك اس اس اي وفي عندك اس اس دي وفي عندك حادث سياره وفي عندك عم يطرحوا انه يقللوا لك وفي عندك مصاري عم بيقولوا انت مؤهله لا this is very complicated ما بيسمح لنا الخمس دقائق in five minutes to do that تسمحي لنا اوكي ولا يهمك حبيبي اتصلي بالمكتب نو بروبلم نو بروبلم متاسفين اتس فيري كومبليكيتد سو اي بروبوز ذات شي كولز ذا اوفيس فور ا كونسلتيشن فينا ناخذ بعد اتصال هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ومع مين عم نتكلم؟ تتكلمي مع مريم يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا سيدي مريم تفضلي عندي سؤالين السؤال الاول هو انه احنا كنا قدمنا على امي على الميديكير بس ما كنا بنعرف القانون وفي واحد فتح لها على اساس انها هي فاتت لامي فاتت على امريكا 7 سنين بس على الجرين كارد انها هي بس صار لها 4 سنين بس اللي فتح لنا اللي فتح لنا الميديكير فتحنا على اساس بقولنا لا هي دي حقها طول ما هي دخلت امريكا احنا ما كنا بنعرف القانون بعدين تفاجئنا بان اجانا بو تقريبا شيء 2000 وايش أوكي. هذا الحكي اللي صار بعدين إن حكينا معهم إن شو هي ما عندها دخل كيف إنكم أنتم تفتحوا لها الميديكير أوكي كمان رح أطلب منك كمان بعتذر معقدة وعنا 3 دقائق بس الظاهر إنه صار في بعتذر هالكلمة صار في احتيال لأنه قلتوا للحكومة إنه إلها 7 سنين وهي إلها أقل بكتير بليز تكلمي مع المحامي مايكل اوكي فيني احكي سؤال ثاني كثير سريع يعني السؤال الثاني اذا هي هلا هي صار لها 5 سنين وعن اعطتها الدوله ميديكير اذا قدمت على الجنسيه لازم ندفع مصاري للميديكير ولا لا بدك تسالي المحامي سام سيف بصراحه اي دونت نو بس من كل الاحاديث اللي عملناها على الهوا من سنه لهلا ولا مرة سمعت عن هذا الموضوع بتاتا بس فيك تتصلي بالمكتب وتاخدي استشارة مجانية منه اوكي ثانك يو يا أهلا وسهلا سؤال سريع جدا لا ما بقى في الوقت ما بقى يسمح مظبوط فاضل عندنا 3 دقائق عندنا فقط 3 دقائق we could not answer any of the questions because every question was complicated even the second caller مريم called on behalf of her mom who came to the United States only I believe 4 years ago and has been getting Medicare
but somebody assisted them in getting her Medicare, but made the allegations to the government that the mom has been here for 7 years. They receive a bill for $2,000. And I said, again, this is pretty complicated for the time we have remaining. Anything you want to say on about that in about a minute? Well, it does get complicated. And sometimes people will think that they're receiving Social Security disability because they're receiving disability benefits, even though it's still supplemental security income. It's based on the fact that they're disabled, and sometimes you'll get confused about the two of them. But we're talking here about Medicare. Oh, well, the issue with Medicare is you're going to be contributing into the system if you're going to be eligible for Medicare, period. So mom, who came to the United States, has not in any way, shape, or form given any credits to the system. She should not be entitled to Medicare. We don't know about her spouse. We don't know if her spouse was here working. We don't know if her spouse has passed or anything like that. Okay. Perhaps he was a contributing So if somebody's spouse contributed, if my husband contributed to the system, to the work system in credits, I may be entitled to Medicare. As a survivor? Absolutely, yes. As a survivor. What if I were still married to him? Possibly so. As a couple, yes. If you both apply as a couple, you would still be eligible for your Medicare. We're not Medicare experts, but maybe we should at a later date talk a little bit more about Medicare eligibility. That's important, especially when it comes to long-term nursing home issues. It's very, very important. Okay. Our time is up. I want to remind the listeners that we have a very important topic coming up tomorrow about the new changes in car and auto insurance, and that took effect already on June 11, 2019. We really need to educate people about what some insurance agent may get them to do, not in their favor, not to their benefit. Thank you, Rami. شكرا لك جمانة. Thank you, Attorney Michael Ross. Thank you, Michael, for having me today. نشكر لكم مستمعين أيضا حسن الاستماع وأدب في رعاية الله.